السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم متابعينا بكل خير. تم اليوم الكشف عن تويوتا تاندرا موديل 2022، كما تلاحظون بعض الصور المسربة جانبية السيارة. الشبك الأمامي كبير، رادار أمامي، كشافات الضباب LED، كما تلاحظون أبرز التغييرات صارت في القنوط وفي شكل الأمامي والخلفي للسيارة. داخلية السيارة، تتميز السيارة بداخلية بشاشة كبيرة جدا، مقاس 14 إنش، تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، شاحن لاسلكي، الجير من 10 سرعات. كما تلاحظون أبرز التغييرات صارت في الداخلية.